هلا سمر، يمكن احنا نهينا الفقره خلال الموجز كنا عم أكيد. نحكي فيها وكنا عم كثير معلومات. اكيد سمر، اليوم انا وانت وكل الصبايا وحتى الشباب بيحلموا وبيسعوا كمان لابتسامه بيضاء ولسه خلينا نقول سليمه زهريه، يعني تكون لما نحن نضحك او حتى نبتسم بوجه الاخرين نكون فعلا راضين عن هذا الموضوع. اليوم طرق تجميليه كثير متنوعه وكثير متعدده مع تطور الطب، طبعا صار فينا نحصل على هي الابتسامة. رح نحكي عن هذا الموضوع وتفاصيل أكثر مع الدكتور هشام حلاوي، وهو دكتور أسنان وماجستير أيضا في تجميل الأسنان. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. صباح الخير ويسعد صباحك. دكتور بالبداية بدنا نعرف شو هو سر الابتسامة الجميلة. هلا فينا نقول إنه الابتسامة هي أحد أهم مكونات الوجه، وتعتبر إنه الأهم من الناحية التجميلية بالوجه. فالابتسامة مكونة من ثلاث عناصر أساسية: الأسنان، اللثة، والإطار الشفوي اللي بيحدها طبعا، والإطار الوجه اللي ككل. فنحن نحصل على ابتسامة جميلة لازم يكون عندنا تناغم وهارموني بين هاي المكونات. طبعا. الأسنان، اللثي، الشفي. الشفي مثلاً قد بترتفع وقت ما نبتسم، قد بيظهر من اللثي. اللثي لازم تكون مثل ما قالت بلون وردي سليمي ما فيها التهابات. الأسنان لازم يكون لقشنا عن اللون الأبيض، لازم يكون نظيفي. كل سن لازم يكون بموقعه بموقع محدد بشكل محدد. هلا هذول كلهم بيعطونا ابتسامه جميله. لازم تكون الابتسامه كمان متناغمه مع الوجه ككل، لازم تكون بموضع محدد من الوجه. اي شذوذ بسيط هي يعني سر جمال الوجه. دائما بيقولوا صحة بالابتسامة يا فرح، شو رأيك بهالكلام؟ اكيد سمار، يعني كلياتنا بنحب الابتسامة الحلوة. اكيد هي لانه العين دغري بتلقط الابتسامة. أسنانهم حلوين، لازم نبتسم بدون ما يفتح تمه خالص يعني. طيب دكتور، اليوم مثل ما حكينا يمكن بالمقدمة، كثير من الصبايا فورا بيلجأوا للفينير بشكل مباشر، خلينا نقول بتشوف هذا الشيء صح أو هو يمكن في وقت محدد هلا لازم نعمل فينير؟ هلا هو الفكره مو بالوقت، الفكره بالمريض، بالحاجه، بالاستطباب. يعني نحن عندنا كل شيء بالطب او عند الانسان له استطباباته. فالفينير اللي هسه الدارج او المتعارف عليه لازم نعرف انه هو له شقين، يعني له نوعين. في عندنا فينير المباشر او الوجوه التجميليه. هلا دكتور نحن عم نتابع حالات للفينير مثلا. اوكي فيك الاسنان. فدكتور الفينير دائما عم بيكون له سلبيات وايجابيات، له مشاكله. هل عم بتكون مشاكله اكثر ولا ايجابياته برايك كطبيب؟ سلبيات الفينير وايجابياته بتبلش من مرحله التحضير، لانه هو الوجه التجميلي بيجي كثير دقيق، تحضيره كثير دقيق، الصاقه كثير دقيق، حدوده لازم تكون دقيقة. فالسلبيات كثير بتتركز بمرحلة التحضير، لازم نحن نكون كثير دقيقين بالتحضير، خاصة انه نحن وقت ما نلصق الوجه التجميلي بنلصقه بينبرد السن وبعدين بتلصق. ايوه فنحن هو الوجه التجميلي كثير بده يجي بسماكي قليلة، فنحن كثير لازم تكون حركتنا كله دقيق طبعاً. دكتور في مشاكل الاسنان عم بيفك عم بيهر الفينير بعد بفتره، المريض مثلا عم بيصيبه وجع راس والم كثير كبير باسنانه شهرين ثلاثه لقدام، هلا شو هي المشاكل؟ هلا قلت لك اني هاي هو البرد الزايد. النقاط اللي انت حكيتيهم كلهم بيتركزوا بمرحله التحضير، لانه نحن اي زياده بتاثر كثير على ديمومه الوجه التجميلي. يعني اي زياده بالتحضير، نحن طلعنا من منطقه من 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 منطقه المينا فوصلنا على منطقه العاج، هو الساق وقوه ارتباطه مع العاج اخف بكثير من ارتباطه مع المينا. فنحن لازم نضلنا بطبقه المينا لحتى نعطي ديمومه اكثر للفينير، وطبعا نخفف الحساسيه. هلا الحساسيه
مو بجوز بمرحلة الشغل هو فوائده أو أكثر شيء مستحب فيه إنه نحن وقت ما نحضر تحضير للفينير بتكون الحساسية كثير خفيفة، لأنه نحن بمرحلة المينا. حتى نحن إذا اضطرينا على المستقبل إنه وقع الوجه التجميلي أو شلناه، فينا ببساطة نرجع للحالة الأولية للمريض. ومشاكل النطق يعني دكتور للأسف عن جد عم بنشوفها من ضمن المشاكل اللي حكت عنها سمر. كمان أوقات بنشوف أشخاص تغير طريقة النطق تبعهم، بعض الأحرف ما بقى طلعت بشكل صح. مشاكل النطق هون مو مشاكل بالفينير، يعني نحن عم نحكي بمشاكل بجوز بالتركيب الفينير. عرفتي كيف؟ بجوز انه بعد ما نحن ركبنا الفينير مثلا تغير مثلا العضة، وهي شيء مو لازم يصير. يعني نحن وقت ما نبلش بحالة تجميل او حالة فينير انه بدنا نركبها، لازم يكون في دراسة مسبقة للحال، كيف لازم نشتغل، شو لازم نعمل، وحتى النتائج اللي لازم نوصلها. فانه تغير النطق هاي مو مشكله بالفينير، بجوز مشكله مثلا ممكن الفينير يعمل لها حل بحالات معينه. اذا كان الدكتور شاطر ممكن يعمل لها حل للاطباق الصحي. طلع دكتور خلينا ننتقل للمنير، خلينا نحكي عنه نتعرف عليه وشو الفرق بينه وبين الفينير. مظبوط. هلا المنير والفينير او هن من الوجوه التجميليه، وبعد عندنا كمان وجوه تجميليه مباشره. هون نعتبر ان احنا وجوه تجميليه غير مباشره. غير مباشره كيف يعني؟ انه مو دغري فينا نشتغلهم بالعياده، لازم يتدخل مخبري او اجهزه تقدر تصنع لنا هي الوجوه. اللومنير الفرق اللي فيه انه هو بيجي بسماكات كثير بسيطه. حتى طريقة التحضير أو تهيئة الأسنان أحيانا نحن بجوز ما بنحضر أبدا. إذا قررنا أنه نلجأ للعلاج باللومونير فبجوز ما نحضر السن، ما نضطر نحضره أو نبرد منه. بالفينير مثلا نضطر نبرد سماكة معينة من المينا، واللومونير أحيانا تموضع الأسنان أو يكون مثلا من ميلين للحنكي، ففينا نحط اللومونير بدون. هلا فكرة اللومنير انه بده اجهزة يعني خاصة فيه، اجهزة خاصة بصناعته، وهي مو متوفرة يعني بكثرة هون عندنا، فاحيانا بينبعثوا مشان يرجعوا. تمام. هاي بالنسبة للوجوه المباشرة قلنا عنه اللومنير والفينير. طبعا الفينير هو الاكثر انتشار، لانه نحن ببساطه في اي نحضر السن والمخبري اجهزته متوفره صارت كثير وبسوريا عند اي مخبري. دكتور ما فينا نحكي عن الفينير بدون ما نحكي اليوم عن الفينير المتحرك. كثير من الصبايا عم يلجؤوا لهذا النوع من الفينير، كانوا يمكن ارخص، خلينا نقول اسهل اسرع، ما بعرف ليش عم يلجؤوا له. هلا مثل ما انت قلتي اسهل ارخص اسرع بس يعني. مو افضل. نعم. ومو الاكثر ديمومي. هلا هو عباره عن صفائح بتيجي مثل اذا عاملين تبييض مثلا، مثل صفائح التبييض. في منا الصفائح هي بتيجي قاسي وفي منا صفائح لينه. هلا الصفائح القاسي بيقدر المخبري يشكل اكثر بالاسنان، بس نحن عم نقول انه هو صفيحه بتيجي على الاسنان ككل، فهي بتركب على الاسنان ككل، فثباتها ميكانيكي بيستمد من الاسنان. تفصيل كل سن على حدا، تموضع كل سن على حدا، ما فينا نعطيه بأريحية الفينير الدائم. له استطبابات، بس انه مثلا حالة اضطرارية، حالة مستعجلة، اوكي، بس انه نحن نستخدم نلجأ له، نستخدمه بحياتنا اليومية، نستخدمه بالطلعات بالاكل يعني ما بفضله ابدا. لا، له حالات مثلا انه مشوار هيك بسيط بيستخدموه للحالات انه سريعه وسعره مناسب، ويعني بيقدر اي حدا يعمل هذا اسمه الفينير المتحرك. انت دكتور ما بتنصح فيه. طيب خبرنا شو النصائح الاخيره للابتسامه الرائعه والخاليه من المشاكل، شو بتكون؟ هلا نحن لنحصل على الابتسامه حلوه جميله لازم نعتني فيها من نحن صغار. يعني نحن لازم نعتني بالأطفال بالمراهقين لحتى لا يكبروا، لأنه كثير إلى انعكاسات إنه في كثير عادات سيئة يعني بيقوم فيها الأطفال بتأثر كثير على الابتسامة. مثلاً عادة قضم الأظافر، مص الأصبع، كثير بتأثر على وجود الأسنان، تموضعها بتتم.
هي بالنسبه لل انه نحن لازم من بدايه شو الطفل نحن نهتم فيها. في العادات فمويه بقوموا فيها كثير انه سيئه بتضر على الابتسام مثل التدخين المشروب، هذول العادات لازم الاسنان نظافتهم. العنايه الفمويه هي امر كثير اساسي ولازم نشدد عليه، العناية الفموية بالأسنان، التفريش الأسنان، المضمضة، هذول أصلا فيك تعتبريهم أنه جزء من التجميل. أنت وقت ما تهتمي بأسنانك بمظهر أسنانك تهتمي بنظافتهم باللستك كيف لازم تكون، فهي جزء من تجميل الأسنان. طبعا دكتور، يعني هي النصائح بدنا لك شكرا كثير عليها. بدنا نعرف تحت الهواء الفينير ليش عامله، ما رح نسألك على الهواء. بدنا نقول لك شكرا، نتمنى كل شخص فعلا يتبع هي التعليمات ويقدر يحافظ على ابتسامة جميلة في حال الحاجة فعلا للتجميل، ليش لا؟ مزبوط. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. نتشكرك أكيد دكتور، شكرا لمعلوماتك، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. نتمنى لك كل التوفيق. أهلا وسهلا فيكم، الشرف لإلي.